شبح مقاطعة الشركات الأجنبية الداعمة لإسرائيل يطاردها أينما وحيثما وليت وجهك هنا في الأردن سلاح شعبي فعال تتسع رقعة الاستجابة له وتؤتي أكلها على نحو غير مسبوق من قبل الصغير قبل الكبير. من رحم الحرب على غزة ولدت الحملة الشعبية للمقاطعة، سلسلة بشرية تنظمها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، والأهداف كثيرة لتأكيد أن المقاطعة سلاح ذو حدين. هذه الوقفات الحملة الشعبية للمقاطعة قاطع من أجل ديمومة المقاطعة واستمرارها وتعريف الناس بالشركات اللي احنا مقاطعينها، وإن شاء الله نصل للأردن يكون أردن خالي من الشركات الداعمة للكيان. والشيء الثاني يعني هدف حملات المقاطعة إنه يكون في سلاسل أردنية شركات وطنية تقوم مكان هذه الشركات الداعمة للكيان الصهيوني. حملة استحي قديمة جديدة تجوب الشوارع والمحال التجارية لتنشر ثقافة المقاطعة من خلال مخاطبة البائع والمشتري. احنا حملة استحي لمقاطعة البضائع الصهيونية والبضائع الداعمة للكيان الصهيوني. انتوا هون في المطعم تبعكم مقاطعين؟ تم اكيد مقاطعين. شو المشروبات الغازية؟ المشروبات الغازية. استمر المقاطعة بزوال الاحتلال. زي ما اهلنا في فلسطين بيقاوموا بالسلاح، احنا هون بنقاوم بسلاح المقاطعة الاقتصادية لنضرب العدو في مقتل. والشركات والمنتجات جاي من ألمانيا، حتى لو كنا جوعانين ومرقنا من قدامهم ما ناكل منه نكمل على شيء مطعم عربي. أي شيء صنف مش موجود منه كان أول شيء له منتج مش بديل حاليا له بديل، يعني هاي أكتر شغلة بنقدر نقدمها والله ينصر أهل غزة. مبيعات الشركات الأجنبية انخفضت إلى 80% وفق حملة الأردن تقاطع، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإغلاق، و 95% من الشعب مقاطع. تقول دراسة للجامعة الأردنية شعب لا يهدأ ولا يستكين دفاعا عن فلسطين. لانا شاهين عمان، الميادين.